صباح الخير عليكم، صباح الخير للجمهور. احنا اليوم الموضوع اللي جبناه الطريقه السهله كيفاش لا بيرسون كيفاش الماكي تعمل طريقه المكياج لوحدها بلا خبير تجميل، باش احنا طبعا يكون موضوع سهل عليها. احنا باش اي بنت كيفاش تختار المكياج تاعها اليومي باش انه يكون بسيط. اول شيء باش تعمل كريم دو باز. كريم دو باز لازم تختار الكمية تكون خفيفة وتكون رطبة تناسب نوعية البشرة تاعها. تستعمل طريقة فريمون سهلة كما رانا نشوفوا هنا مع العارضة، تعمل كريم الأساس. احنا بعد ما تحط كريم الأساس، هي علاش نحطوها باش نبروتيجي لابو ديالنا. دونك أول شيء سي كريم الأساس، ثانيا تعمل لو فون دو تان. لو فون دو تان كاين بزاف اللي يقول لك انا كيفاش نختار الفون دو تان تاعي اليومي، اسكو نختاره يكون ثقيل ولا يكون خفيف، لو كومباكت كيفاش حيكون. حنا الفلويد كيفاش يكون ما يكونش بزاف ثقيل، يكون شويه خفيف، يكون ان بو ليجي. ودرجه الالوان كيفاش تختارها على نوعيه البشره، تختار درجه تحبط بدرجه ولا تطلع بدرجتين، لانه كيفاش نحطو. كاين اللي تقول لك انا جو سوي بغون، راني حابه نكون شويه ضاويه، وكاين اللي تقول لك نو انا عندي لابو تاعي رايحه في الصفوريه، راني حابه يعطيني ان تان برونزي. بالنسبه اللي عندها لابو كلير تحب لو تان تاعها يكون ان بو برونزي، تطلع بدرجتين، لانه كي تروح تشري الكريم الاساس تختار رقم، ما تختارش رقم واحد، هي ولا البشره تاعها تكون كلير تختار رقم ثلاثة. نفس الشيء اللي تكون برونزي ولا تكون برون، تحب تكون درجة البشرة تاعها تكون أفتح شوية، تستعمل تحبط برقمين، استاذ تختار رقم واحد. هي في تختار لو فون دو تان انه تستعمل ليبونج اللي يكون سهل، تحط لابو تاعها يفو كال تابوت يفو باك وتمسح كما رانا نشوفو مع العارضة تاعنا. ما راناش نشوفو تمسح في لو فون دو تان، انه لو كان تمسح حتخلي لي ديماركاسيون يجوها جهه فيهم لو فون دو تان وجهه ما يجيهمش لو فون دو تان. حنا كي التابوت بليبونج هكذا لابوت لو فون دو تان راهو يشرب لو غرا هذاك راهو يتنحى، باش يكون النظره تاع لا باز تاع لو فون دو تان تكون بروبر وما تكونش اكلاتونت، تكون فريمون سوبر سامبل. حنا اللي عندها لابو تاعها غراس، اللي تكون عندها لابو غراس تقول لك انا لو فلويد ما حاش يوالمني، هي قبل ما تحط لو فون دو تان واش حط كيما سبقت وقلت لهم في المواضيع اللي قبلوا، تحط شويه تاع لو تالك، هذاك لو تالك هو اللي حيشرب لها لو غراس، باش تحط لو فون دو تان كريم الاساس تاعها باش يجيها مليح وما يتزيدلهاش او مومون دو لا جورني. حنا التابوت كيما رانا نشوفوا في العريضه، حنا هي راهي هنا راهي تحط في لابودر. لابودر كيفاش حتكون؟ اذا كانت عندها لابو غراس حتعمل لابودر كومباكت اللي تكون يابسه كيما نقولوا لهم، ولا اللي عندها لابو سيش حتحط جوست لابودر ليبر. لابودر ليبر كي تحطها ما تحطهاش بليبونش، تقدر تحطها افيك ان بانسو كيما رانا نشوفوا في العريضه. حنايا هنا رايحه حطت لو فون دو تان تاعها التابوت تو لو فيزاج باش النظره تاعها تاني تكون جميله، ما تكونش فيها بزاف لابودر، تمسح ليكسي كامل بلو بانسو بهالطريقه. رقبتها ما ديرش فيها سعدي؟ نعم رقبتها باش ما يكونش ما تكونش ديفيرونس. احنا باش ما تكونش لا ديفيرونس ما تقدر ما تحطش، باسكو علاش دي فوا يلبسوا ديكول ليكول يكون بلون، ولا تكون لابسه ان كول اوفيسيي، ولا تكون حاطه ان كول غولي، ولا رانا في موسم الشتاء، دونك الماكياج هذا حيكون خفيف يناسب موسم الشتاء. احنا علاش قلت ما نحطوش لوكو؟ لانها تختار كي قلت لها تختار بدرجتين ولا بثلث درجات تحبط، حتكون لو تان تاعها حيكون قريب، قريب ما حاش يكون بزاف بعيد. أوكي. لانه هي النوعيه كيفاش تختار، ما تختارش قلت لهم اللي تحب لو تان برونزي انها تعمل، تقدر تزيد تحط لي تراكوتا، راني جايهم نزيد نفهمهم على لو تراكوتا، لانه تقدر تختار لا كولور باش ولا هكذا، ما تكونش البشره تاعها بزاف بعيده على لوكو ديالها. بالنسبه للحجب كاين بزاف، انا ننصح لكل فتيات، لان الحجب زين الفتاه هي يقول لك الحجب ديالها، والحجب ما لازمش يكون بزاف رقيق، لانه لو كان يكون رقيق يعطيها ان لاغ بلو فيي، وكي يكون حجب خشين ال دوفيان لا في بلو جان. دونك حنا باش يكون الحجب غليظ تقدر تحط ان فارا بوبيار افيك ان بانسو تمسحو، ولا كانت هي تكون عندها خبره خفيفه تقدر تحط بلو كريون اليفيت لو جيل اليفيت لو فاراو، هادو ماسي اللي تكون عندك مناسبه خاصه. حنا بور تو لي جور تقدر تحط لو كريون وتمشطهم بهذه الطريقه، يكون عندها اون بروس ولا جوست ان بانسو يكون شويه غليظ يابس وتمسح بهذه الطريقه، لانه الحجب باش تخشنو لازم تطلع لو تخاصاج تاعو يكون الفوق، ولا باش تحبط لتحت لو تخاصاج حيعطيها ان روكارد تريست.
احنا بالحجب راني نكونسيهم انه اللي حجب كيكون خشين ما تحط لهمش ني جل ني فاغاو، تحط جوست ان كريون كيما رانا نشوفوا العريضه راهي حطت ان كريون. لو كريون على شوازي ان مارون عنده لي غوفلي فيغ لو شاتا، لانه كاين لو مارون اللي فيه بزاف الحموريه كي تحطو حيعطيها الشان لير ناتوريل، حيبان بزاف حتبان يبان حجبها سوفيستيكي، ستادير يعطيها هذاك اللي فيه دو تاتواج. حنا ما رانيش حابين هذاك لي فيه، دونك لا كولور اللي حتختارها بالنسبه اللي تكون عندها لو شوفي تاعها يكونوا تري تري كلير، دونك تقدر تختار لا كولور تاع لو كريون يكون شاتا، ولا اللي يكون شعرها يكون تكون فونسي، انه الشعر تاعها يكون فونسي، تقدر تحط لا كولور مارون نيغر. حنا بالنسبه للفاغا بوبيار، لي فاغا بوبيار كاين بزاف اللي فيه اللي ما يحبوش لي فاغا بوبيار، ميم اللي تخدم ولا بورتو لي جور. واش تحط جوست ان تروك ليجي باش ما يعطيلهاش هذاك لي في تاع كي حنا كي نشوفوا الفتيات كيحطوا لو فون دو تان، انه مع لا بو غراس ولا لا بوبيير موبيل اللي هي لا بوبيير موبيل اللي هي قلب العين. القلب العين كي تتحرك حنشوفوه يعملها يجيها ان تري، هذاك لو تري منين يجي حيجي من لو غرا ولا يجي من بزاف من حركه العين، هو يخرج لها هذاك لو تري. هذاك لو تري باش لابسورب لو غرا هذاك تحط جوست ان فارا بوبيير لا كولور توب. حنا حطينا لا كولور توب اللي هي تناسب لا كولور تاع البشره، البشره لا بو بلونش ولا لا بو برون ولا لا بو مات. لا كولور توب اللي هي كاين اللي يقولها الفيغ فيغ لو مارون، كاين اللي تقول لك الفيغ فيغ لو فيولي، مي هي الطريق لا كولور توب سي لا كولور الفيغ فيغ لو مارون، هي اللي تكون فريمون ناتورال، والفيغ فيغ لو شاتان هذيك اللي تكون طبيعيه. وحنا كيما رانا نشوفوا باش تبرز العين تاعها تقدر تحط جوست ان كريون ولا تقدر تحط ايلينر، كاين اللي يسهلها الايلينر تعمل بلو كريون، كاين بلو فيتر، كاين ايلينر انترفروف هو يجي او كيما حنا نشوفوا العريضه تاعنا واش راهي تستعمل ايلينر تاعها، تستعملوا فريمون رهيف ويكون خفيف، تحطوا بلو بانسو لو بانسو هكذا فريمون يكون ما حنا ما نسحقوش يكون اوفر، يكون جوست باش تنحي ليكسي تاع تاع لو فارا بوبيير وهذاك تاع لو فون دو تان، تعمل لها نظره جميله ما تكونش كما نقولوا لهم نظره تكون مكحله ما تكونش فاد. تحطوا فريمون يكون خفيف. نرى نشوفوهم كيفاش حنا جو بريفيري ماشي انني نحط المكياج، العريضه هي اللي تحط المكياج، لانه باش اي فتاه راهي تشوف فينا تشوف لي موفمون تاع لي ما كيفاش راهي تستعملهم، كيفاش تحط باش هي اللي راهي تشوف فينا تقدر تستعمل لي جيست اللي راهي تحطهم العريضه هكا باش تسهل المكياج تحطو هي لروحها. ما تقدرش ما تقصدش يعني خبير تجميل كل يوم، لان المكياج يكون بسيط يكون خفيف. كاين بزاف تقول لك انا نحب نكون ماكيي ونحب نكون بندره جميله ولكن ما نعرفش ما عنديش لاما. حنا كي راهي تشوف العريضه تشوف لي موفمون وتبعنا وتكمل خطره على خطره هكذاك حتنجح في الخدمه تاع الماكياج. حنا كي رانا نحطوا الايلينر باش نكملوا، تحط لو ريسيل، لو ريسيل كيما رانا نشوفوه كاين بزاف دي ريسيل لي بانسو جو باغ با دو لا مارك. انا لي بانسو حنايا اللي يكونوا خفاف هكذايا لو كومباكت تاعهم يكون فريمون ثقيل، هي ما تقدرش ما يطلصلهاش وينشف لها تمتم. وكاين اللي تقول لك انا ثاني كنحب ما عنديش لي ستيل من التحت نحب يكونوا، تختار لو بانسو ستادير انا واش اخترت انا دائما نختار دي ريسيل يكونوا دوزون ستادير يكون لو بانسو خشين ولو بانسو يكون خفيف. لو بانسو خفيف تستعملوا اللي تكون عندها العين صغيره وتحط من التحت بطريقه تجيها فريمون سهله، ولا اللي عندها العين تكون كبيره لو كومباكت تاعو يكون كما سبقت وقلت يكون ثقيل، ولو بانسو يكون شويه خشين ما يكونش بزاف غليظ، يكون على طول ما يكونش مدور، هكذا كيسهلها بزاف. وكاين اللي تقول لك انايا نشوف لو فون دو تان تاعي راهو بزاف بزاف ابيض، انا نقولها تشري لو تيراكوتا. لو تيراكوتا هو سان فاراجو مي يكون سوبر مات، تحط لو فيزاج تاعها كومبلي افيك ان كون بانسو، تحط كامل لو فيزاج تاعها حيعطيها ان لير فريمون ناتورال ما حاش تبان بزاف اوفر. وبارابور لو روج اليف باش تفيني لو ماكياج تاعها، حنا قلت لهم لو ماكياج لو روج اليف غلوس اللي راهو تري على مود، ولو ماكياج لو روج اليف سيك اللي تقدر تحطو اي سيده تقول لك انا ما نقدرش نحطو يوميا، وهذا هو العفو شكرا.